بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 60. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من دولة الكويت، وباعثتها إحدى المستمعات تقول: ألف سين، أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل الشيخ صالح عن المصاب بمرض في البطن وتوفي على أثره، هل يعد من الشهداء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد جاء في الحديث أن المبطون الذي يموت بداء البطن أنه من الشهداء. فإذا كان أصيب بمرض الإسهال، إذا كان أصيب بمرض الإسهال الذي عاجلته الوفاة بسببه، فإنه يرجى له الشهادة. نعم. إذن المقصود به هذا المرض لا غير شيخ صالح؟ هو، والله أعلم. نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. تقول: هل صحيح بأن الشخص الذي يتوفاه الله في ليلة الجمعة لا يعذب عذاب القبر؟ جزاكم الله خيرا. لا أعلم شيئا في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من البحرين، وباعثها المستمع محمد مصلح والمستمع أكرم عدنان. الإخوة يسألون ويقولون: نحن 4 أشخاص نأخذ راتبا قدره 230 دينار، فإذا أخذ كل شخص مبلغ 100 دينار من راتبه ثم نجمعها ويأخذها أحدنا، ثم الشهر الثاني يأخذها الآخر وهكذا، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ هل فيه شيء من الحرام؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذي أراه أن هذه العملية لا تجوز لعدة محاذير. أولا، أنها قرض جر نفعا، لأن كل واحد من هؤلاء الجماعة إنما أقرض زملائه بشرط أن يقرضوه، فهو قرض مشروط في قرض، وعقدان في عقد واحد، فيدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وأيضا هذا المقترض من هؤلاء الجماعة الكثيرين يحمل نفسه ديونا لجماعة كثيرين، وقد لا يستطيع السداد، وقد يفصل من الوظيفة، وقد يعرض له عارض أو ينقل من المكان، فيحصل التساهل في حقوق الآخرين، وهو لم يلجئه الله إلى هذه العملية. عليه أن يطلب حاجته بالطرق السليمة، كالاقتراض من أحد أصحابه، أو أن يستدين منه دينا على الوجه المشروع، ولا يتحمل هذه الحمالة لهؤلاء الجماعة الكثيرين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ملامسة المرأة تنقض الوضوء سواء كانت من المحارم أو من غير المحارم؟ فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح والله أعلم أنه إذا لمسها لشهوة أنه ينتقض وضوءه، لأن ذلك مظنة خروج الخارج منه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرى بعض المصلين بعد الانتهاء من الصلاة يرفع يديه ويدعو، وبعد الانتهاء يمسح بيديه وجهه وجسمه، هل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نرجو التوجيه. أما بعد الفريضة إنه لا يشرع رفع الأيدي بالدعاء بعد السلام، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دعا المسلم بعد الفريضة بدون رفع يدين فلا مانع من ذلك، لكن لا يرفع يديه، لأن هذا شيء لم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد النافلة فالأمر في هذا واسع. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل يحلف بالطلاق وهو صادق، وآخر يحلف بالطلاق ولكن على كذب، وثالث يحلف بالطلاق على فعل شيء ولا يفعل، ما حكم كل واحد منهم؟ افتونا مأجورين. نحن نجيب عن الناحية الأولى وهي حكم الحلف بالطلاق. هذا أمر لا يجوز لما فيه من الإحراجات ومن الآثار السيئة فيما بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله. ثم على الحالف بالله أن يصدق، على الحالف بالله أن يصدق، ولا يجوز الحلف على الكذب، أن هذه صفة منافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون والعياذ بالله. وهذا من التساهل باليمين. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. فالحلف يكون بالله عز وجل. وأما قضية ما لا يلزمهم فهذه إذا وقع شيء لأحد من هذه الأمور فليسأل أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل بعيد عن أهله وله في كل أسبوع إجازة لمدة 3 أيام. قال له رجل: أعطيك مبلغ قدره 30 دينارا على ألا تذهب إلى أهلك في هذه الإجازة، وإذا أخلفت وذهبت في الإجازة إلى أهلك تدفع مبلغ 200 دينار، هل هو في حكم الرهان؟ هذا كله باطل، ولا يجوز منعه من الذهاب إلى أهله بما في ذلك من المضرة على أهله، فهذا عمل لا يجوز ولا يجوز أخذ العوض عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات من سبت العلاية في المنطقة الجنوبية، تقول: فأحمد، لها جمع من الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول: هناك امرأة تعاني من انتقاض للوضوء بشكل مستمر، وهي من النوع الذي يحب البقاء في الحرم لتأدية الصلوات، بماذا توجهونها جزاكم الله خيرا؟ ولا سيما أنها إذا اشتغلت بالوضوء تفوت صلاة الجماعة، وقد لا تجد مكانا داخل الحرم كما هو الحال في التراويح، جزاكم الله خيرا. هذه من الذين حدثهم دائم. قد ذكر العلماء أن هؤلاء يتوضؤون عند الصلاة، يستنجون ويتوضؤون عندما يريدون الصلاة ويصلون في الحال، ولو خرج منهم شيء وقت الصلاة أنهم معذورون في هذه الحالة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا شيخ صالح وتقول: أنا أطلب منكم أن توجهوني إلى قارئ إذا سمعته يخشع قلبي وأحفظ عليه، جزاكم الله خيرا. القراء ولله الحمد كثيرون، ولا سيما تسجيلات المصاحف المسجلة المرتلة التي تذاع أو تباع أو توزع، تحصل على مصحف مسجل أو تستمع إلى إذاعة القرآن الكريم بحضور قلب وإنصات، وستنتفع بإذن الله تعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع أحمد أبو شوك. الأخ أحمد يقول: في أحد أشهر الصوم تكفل الرجل الذي أعمل عنده بدفع زكاة الفطر عني، هل يجوز ذلك أم لا؟ لا بأس بذلك ما شاء الله. إذا دفعت زكاة الفطر نيابة عنك، تبرع بها أحد ودفعها عنك، فهذا جائز الحمد لله ومجزي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنني كثير السهو في الوضوء وفي الصلاة، فماذا أفعل؟ هل أعين أحدا ينبهني بذلك أم بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. هذا من الوسواس، والواجب عليك أن تترك الوسواس وأن تستعيذ بالله من الشيطان وأن تتوضأ وضوءا واحدا وتصلي به الصلاة والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا مقيم في المملكة ومنذ 3 سنين صمت رمضان، وهناك هذه السندات أخرجت الفطرة بموجبها، هل هي جائزة أو لا؟ السندات التي يوزعها بعض المتلاعبين ويقولون يدفعون لنا 10 ريالات ونحن نشتري لكم، هؤلاء لا يؤمنون. والمسلم لا يقول للناس وكلون، كونه يطلب الوكالة من الناس هذا يدل على التهمة وعلى عدم الأمانة. فالذي أراه أنك تقضي هذه الصدقة وتخرجها الآن قضاء، يعني تخرج صاعا من الطعام تدفعه إلى فقير. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن التوكيل شيخ صالح في موضوع الهدي وفي موضوع الفدية وفي موضوع الأضحية وربما أيضا في موضوع العقيقة، ما هو توجيهكم فيه ولا سيما وأن هناك سندات بهذا الشأن؟ أما الأضحية والعقيقة فإنهما يذبحان في البيوت، طيب، ويأكل منهما أهل البيت ويتوسعون بلحمهما ويتصدقون ويهدون، فهي شعيرة تقام في البيوت ولا ترسل إلى جهات أخرى، لأن هذا يذهب المقصود بها. هذا من ناحية، والناحية الثانية أن الجهات التي تقبضها بزعم أنها تنفذها لا تؤمن، من الذي يأمنها على هذا الشيء؟ وأما الهدي فالمشروع الذي أقامته الحكومة وفقها الله بفتوى من العلماء واعتمد هذا، نعم، فلا بأس بدفع القيمة لهم، ما شاء الله، لأن هذه جهة مأمونة ومفوضة لهذا الشيء من قبل ولي الأمر وبفتوى أهل العلم. أما الجهات المجهولة التي تصدر هذه السندات وتزعم أنها تشتري الهدي وتذبحه نيابة عمن يدفع لها النقود، فهذه جهات لا يجوز الدفع إليها ولا تبرأ الذمة بالدفع إليها، لأنها غير مأمونة ولأنها غير معمدة من ولي الأمر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: أنا أخوكم في الله عين قاف حاء مصري الجنسية ومقيم في المملكة، وفقني الله العام الماضي وقمت بأداء فريضة الحج، ولكن عندما ذهبت صباح يوم العاشر لرمي جمرة العقربة وقبل زوال الشمس كان معي 7 حصيات فقط لا غير من مزدلفة، وقمت برمي 7 الحصيات، ولكن لشدة الزحام لم أتأكد من وقوع جميع الحصيات داخل حوض الرمي، فانتظرت قليلا حوالي 1/4 ساعة حتى خف الزحام، وقمت بجمع 8 حصيات من الذي وقع من الناس خارج الحوض، وذهبت قريبا من الحوض ورميت 7 الحصيات كلها ووقعت كلها داخل الحوض، هل ما فعلته صحيح؟ جزاكم الله خيرا. أحسنت في هذا العمل ونرجو الله لك القبول. يا الله. وهذا عمل صحيح. نعم. يسأل عن جمعه ل8 الحصيات مما وقع من الناس. لا بأس في ذلك. الذي لا يجوز أخذ الحصى من الحوض. طيب. أما أخذ الحصى من خارج الحوض فلا مانع منه. كونه رمى ب8 حصيات كما يعبر. يعتد ب7 والزيادة لا قيمة لها. الحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول: صالح علي من اليمن. الأخ صالح له جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: أقرأ في الكتب وأسمع كثيرا من المشايخ أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الموحدين مهما كبرت وكثرت معاصيهم فإنهم لا يخلدون في النار، فكيف نفسر هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ هل معنى هذا أن قاتل النفس يكفر، أم أن هذه الآية منسوخة أو غير ذلك؟ نرجو من فضيلتكم توجيهنا، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما ذكرته عن أهل السنة والجماعة من أن الموحد أنه لا يكفر بالمعاصي التي دون الشرك ولا يخلد في النار، فهذا صحيح، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الموحد لا يكفر بالمعاصي ولو كانت من الكبائر التي دون الشرك، وإنما يكون فاسقا ناقص الإيمان ومعرض للوعيد، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذب في النار فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها بأمر الله سبحانه وتعالى ومشيئته، ويدخل الجنة بتوحيده وإسلامه وعقيدته. وأما الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فلا تدل على كفر القاتل، قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسمى القاتل والمقتول أخوين، يعني في
الإسلام، وهذا يدل على أن القاتل لا يكفر وأنه أخ في الإسلام. وقال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، من أخيه يعني القتيل، فسماه أخا للقاتل، فدل على عدم كفر القاتل والحمد لله. والقتل حمدا عدوانا كغيره من كبائر الذنوب تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا يدخل فيه القتل، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع تركي حمزة من الجزائر رسالة ضمنها هذه القضية، يقول: لقد قرأت وفهمت نزول القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيف جمعه أصحابه في عهده، وكذلك جمعه في عهد الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، ثم جمع آخر مرة بقراءة واحدة وحرف واحد في عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه، ثم بعثه إلى الأمصار مكة والمدينة والبصرة والشام والكوفة، ثم حرق المصاحف الأخرى بحضرة الصحابة، ولكني لم أفهم ما علاقة القراء ابن العلاء، ابن كثير، نافع، ابن عامر، عاصم، حمزة، الكسائي، ما علاقة هؤلاء بمصحف عثمان، ولماذا لم يعتمد على هذا المصحف واعتمد على الرواية؟ هل هناك اختلافات بسبب القراء؟ أرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا. سبب استشكالك أنك لم تفهم المقصود، فإن عمل عثمان رضي الله عنه وإجماع الصحابة معه على هذا العمل الجليل ليس حصرا للناس على قراءة واحدة. القرآن نزل بسبعة أحرف، والقراءات متعددة، القراءات المتواترة متعددة إلى سبع قراءات وقيل إلى عشر، ولكن الرسم واحد، الحرف والرسم واحد، وأما القراءات فإنها متعددة، ومن ذلك جاءت قراءة نافع وعمر بن العلاء وابن كثير وحفص والكسائي وحمزة، قراءات متعددة لكنها ترجع كلها إلى حرف واحد هو الرسم العثماني. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من حوطة بني تميم المستمع ميم عين زاي يقول: أفيدكم بأنني من ثلاثة أشهر حصل عندي شك يشبه اليقين، ذلكم أنني أعيد الوضوء أكثر من مرة، وأحيانا أقطع الصلاة وأذهب لأتوضأ، بماذا تفسرون هذا وكيف يتم علاجه شرعا؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا الذي ذكرته من الوسواس، ولا يجوز للإنسان أن يقطع الصلاة ويخرج منها إلا إذا تيقن حصول ناقض للوضوء، بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد في بطنه الشيء فلا يدري أخرج منه شيء أو لا، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. النبي صلى الله عليه وسلم حد لذلك حدا، وهو تيقن خروج الحدث، لأن الطهارة حصلت بيقين فلا تزول إلا بيقين، اليقين لا يزول بالشك كما يقول أهل العلم، وهذه قاعدة علمية عظيمة تزيل هذه الإشكالات وهذه الوساوس. فإذا توضأت وضوءا كاملا على الوجه المشروع فقد ارتفع حدثه، ولك أن تصلي بهذا الوضوء ما بقي، ولا ينتقض إلا بيقين، إلا بيقين حصول النواقض أو الناقض. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت من أحد المستمعين أو من إحدى المستمعات، المهمة الأسئلة، هذا السؤال يقول: ما حكم رسم العين بالكحل السائل أو بالكحل القلم؟ هل يمنع وصول الماء إلى البشرة ويؤثر على الوضوء؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كل صبغ يتجمد على العين، على أهداب العين وأجفان العين، أو يتجمد على الجلد ويمنع وصول الماء فإنه لا يجوز. أما الصبغ الذي ليس له تجمد وإنما هو مجرد لون على الجلد فهذا لا يضر ولا يؤثر بصحة الوضوء والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى قبيل منتصف الليل، وما هو الأولى، تقديمها أو تأخيرها؟ الذي يرتبط بجماعة يجب عليه أن يصلي مع الجماعة،
إذا صلى المسلمون يصلي معهم. أما الذي لا يرتبط بجماعة لكونه بعيدا عن المسجد أو هو وجماعته محصورون كلهم يرغبون التأخير، فتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إذا سهل. نعم. بالنسبة للمرأة، ما حكم لبس الجوارب وما حكم لبس القفازين أثناء الحج والعمرة؟ أما لبس الجوارب فلا بأس، ويجب عليها أن تستر قدميها إما بالجوارب وإما بغيرها من اللباس. وأما الكفان فتغطيهما بغير القفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين، فهما من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، فتنزع القفازين وتغطي كفيها بثيابها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إن إحدى أخواتها حينما أكملت سنة من زواجها قامت بعمل حفلة لأهل البيت، وذلك بمناسبة مرور عام، وكانت هذه الحفلة في نفس تاريخ اليوم الذي دخلت فيه بيت زوجها، وعندما نبهت على ذلك قالت النية طيبة، فما هو توجيهكم؟ هذا غير سائغ، إحياء المناسبات بمرور عام أو مئة عام على كذا وكذا هذا ليس من دين المسلمين، هذا من عادات الكفار، ولا يجوز التشبه بهم في هذه الأمور. وإذا اعتقد أن في ذلك فضيلة وقربة فإنه يكون بدعة ومحرم. إنما الزواج تعمل الوليمة في وقت الزواج، مناسبة الزواج في أيام الزواج، بقوله صلى الله عليه وسلم للذي تزوج أو لم ولو بشات، فبمناسبة الزواج ليلة الزواج أو عند العقد تعمل وليمة واحدة، هذا هو السنة، ولا يبالغ فيها ويسرف فيها كما يعمل الناس في هذا الزمان إسرافا يخرج عن الحد، هذا حرام تبذير. أما إقامة الوليمة بعد مرور كذا وكذا إحياء للمناسبة فهذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أذكروا لي أشياء تجعلني كثيرة الخشوع في صلاتي وفي عبادتي وعند قراءتي للقرآن، جزاكم الله خيرا. أعظم شيء تذكر عظمة الله عز وجل، تدبر القرآن العظيم وإحضار القلب عند تلاوته، واستشعار الوقوف بين يدي الله في الصلاة، كل هذه أمور تجلب الخشوع. كذلك قطع الوساوس والتفكير في أمور الدنيا والإقبال على الصلاة، هذا مما يجلب الخشوع. وفي بداية الصلاة شرع لنا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بعد الاستفتاح، هذا أيضا مما يجلب الخشوع ويطرد الشيطان عن المصلي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.